أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. اعتراف قوي من أمريكا باستخدام الآس 400 على أغلب تراب سوريا من طرف الأتراك. لا يتوقف الأمر عند هذا، بل هناك إمكانية لسحق أي هدف على بعد 400 كيلومتر. هذا التصريح أتى مباشرة من بلومبرغ وفي لقاء مع الصحفي بالفارس. إذن كان هناك تطور استثنائي عرض مباشرة على الكونغرس أمام أمرين اثنين أساسيين. أولا سوء التفاهم الحالي بين واشنطن وأنقرة، والمسألة الثانية والأخطر منها أن هناك عدم مساعدة من طرف أمريكا باتجاه أنقرة في قضية شمال سوريا وفي تعاون الإدارة الأمريكية مع الأقرب. كل هذا يعطي مباشرة أكثر من رسالة باستخدام مستقل لرادارات الآس 400 بشكل ناجح، إلى درجة أن هناك تعبير أمريكي دارج اليوم داخل الأوساط العسكرية بأن جميع القدرات الحالية استثنائية بجميع المقاييس، 98% إلى حدود 100% بالنسبة للرصد والتتبع بالنسبة لهذه الرادارات، والأهم من كل ذلك إعادة توقيف وتشفير أي عدم وصول الأف 35 إلى أي تشغيل في حدود 400 كيلومتر. نتحدث عن تحييد كامل لهذه الأف. المسألة لا تتعلق بقصف، المسألة تتعلق إلكترونيا بإيقاف وإعادة تشفير وبرمجة وتضبيب، أو على الأقل إعطاء كونفيجن كبير في حدود التشفير وإعادة التشفير الموجهة للآف 35. وكل هذا الوضع يسير إذن باتجاه النقطة الأولى في سوريا وعدم تعاون الأمريكي مع تركيا، مما جعلها تضطر للاعتماد على منظومتها الخاصية فعلا شغلت الرادار. وخطورة ما يجري أن هناك إمكانية لعزل حميميم وطرطوس وتجاوزها، وهذا هو الذي أعطى إشارة أولى كيف للأتراك أن يقوموا بعدم تشفير ما في هذه المنطقة على وجه التحديد بالنسبة لروسيا. وهناك عملية كاملة لرصد وتتبع كل حركة للآف 35 الإسرائيلية منها، والتي أرادت القصف في سوريا. لقد كانت التجربة تجربة شديدة الأهمية. أولا من جهة، عندما باع بوتين سوريا إلى القصف الإسرائيلي للمرة الثانية، وهذا ناتج عن اتفاق مباشر بإعادة الاتفاقيات السابقة إلى ما كان عليه الأمر بالنسبة لنتنياهو وبوتين. اليوم جدد كل شيء، وكانت أكبر وأطول فترة بين كيمياء الزعيمين أولا، وثانيا وهذا هو المهم، الاتفاق على أدق التفاصيل بالنسبة لسوريا والقصف في خطوط معينة إلى آخره. كل هذا اتفق عليه، فكان القصف مباشرة لإنفاذ ما اتفق عليه بنت مع بوتين، وظهر ما ظهر. لذلك فأمام وضوح الرؤية بين بنت وما بين بوتين من جهة، ووضوح الرؤية الأمريكية تجاه الدعم للأكراد على وجه التحديد أمام السماوات السورية التي قسمت بطريقة أو بأخرى، وجدنا أن الأمر بالنسبة لتركيا أرادت تشغيل الآس 400 وشغلت فعلا وبمدى قياسي، جعل من الطائرات الآف 35 لا تشغل في حدود 400 كيلومتر. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن الأمريكيين وأمام هذا الضغط برادارات تشغيل رادارات الآس 400، وجدوا أن هناك ما سمي بالإطار غير القانوني للآس 400 للدفاع عن مصالح غير شرعية في منطقة بحر إيجا. ولماذا؟ لأن ألكسندر بوليس ببساطة شديدة، هذه القاعدة الجديدة بعد السودة ستكون بعيدة أو شبه معطلة،
سنقولها ببساطة، تعطيل الآب 35 بشكل ناجح للغاية في هذه المنطقة على وجه التحديد. إذن ألكسندرو بوليس لن يعتمد عليه الأمريكيون، وخسارة كبيرة في هذا الاتجاه. إذن النقطتان معا في سوريا أمام الوصول إلى أكثر من 75% من هذه المنطقة على وجه التحديد. وبالنسبة لروسيا، عليها أن تتعاون مع إسرائيل بعد بيعها الآس 400 إلى تركيا. هذا هو الواضح بالنسبة لما قاله بوتين إلى بنت: نحن مضطرون للتعاون لأن الآس 400 أيضا لدى أصدقائنا الأتراك، وسمي الأصدقاء. هذه ترجمة عن محضر جلسة. على كل حال، فإن القدرة اليوم الجديدة بالنسبة لتشغيل الآس 400 هذا هو واقع الحال. وبالنسبة للاعتراف الأمريكي الشديد الحساسية أمام بلومبرغ وأمام تسريب من البنتاغون بأن الاف 35 التي استغنت عليها كليا تركيا أصبحت اليوم أيضا شديدة الصعوبة في قبول أن الاف 35 تعطل في حدود 400 كيلومتر. الحرب الأمريكية إذن وحرب الكونغرس على الآس 400 ستكون أقوى في الأيام القادمة. وأيضا، وهذا مهم جدا، أن ما أكدناه بالنسبة للبرمجية الجديدة للآس 400 في الجزائر وتركيا، هذا الاحتمال الذي أصبح اليوم واقعا على كل حال وأصبح منفذا مطبقا على الأرض، هذا الذي يؤكده الآن الأمريكيون بمرارة شديدة، وهم يذهبون إلى الكونغرس من أجل عقوبات. المهم عندنا أن إسماعيل دمير عندما قال بأن هناك إمكانية التشغيل، وجدنا العقوبات مباشرة على شخصه وعلى أفراد آخرين من الصناعة الدفاعية التركية. أما اليوم فالجيش التركي كله يحرك الآن الآس 400 في مواجهة طائرات الأف 35، عزلها عن ألكسندروبوليس، وهذه القاعدة أصبحت كلا وجود لها. ثاني مسألة، أن مسألة الرافال وأسطورة الرافال في منطقة اليونان أصبح لديها تقديرا جديدا، إذ يستطيع الأتراك اليوم أن يطمئنوا بشكل أكبر إلى عزل هذه الطائرات لأنها الأقل بكثير من الآف 35 جيل الخامس. أما بالنسبة للرافال فنحن نتحدث عن جيل الرابع بلاس بلاس، لا أكثر ولا أقل. إذن التطور الذي كشفه الأمريكيون اليوم وذهاب بايدن بالعقوبات ليس عبر الإدارة إنما عبر الكونغرس الأمريكي كآخر أوراق ضغط تجاه من طرد له سفيره البارحة. المشكل أن اليوم أن هناك تصعيد من طرف الأتراك، ويعرفون جيدا لماذا هذا التصعيد. أولا، لأن الأمريكيين ساعدوا بشكل قياسي الأكراد ولم يستطيعوا أن يصلوا مع الأتراك إلى تفاهمات بخصوص الأكراد. إذن هذه هي النقطة الرئيسة بالنسبة للخلاف في سوريا، فاستدعى أن تكون هناك هذه المنظومة ضد الأمريكيين وضد الروس مع مصالح تركيا. ثم في بحر إيجا، لكن الذي صدم الجميع رغم أنه لم تشغل إلا عن عنتاب، يعني أن المنصات التي في عنتاب هي التي شغلت، ولكنها أصابت كل سوريا ووضعت الآف 35 الإسرائيلية أصلا من خارج المنظومة. كان يمكن في أي لحظة أن يتحرك حراريا الآس 400 لقصف الآف 35 والآف 16 الإسرائيلية، وهذا الذي اعتبر من ثابة حرب مباشرة وعلى إسرائيل، ودفع الأمريكيين مرة أخرى إلى طرح الوضع وهذا المنطق الجديد على الكونغرس. وكل هذه التطورات أصبحت شديدة الخصوصية، شديدة الحساسية، شديدة تأثر المسؤولين الأمريكيين بما يجري. هذه هي آخر التطورات بالنسبة لتحريك
الاس 400 رغم ان العمليه كلها لم تكن بصواريخ، يعني نحن لم نشغل الصواريخ، شغلت فقط الرادارات للرصد والتتبع فكان ما كان. اما لو كان الامر منطلقا من الصواريخ المعروفه 40 ان 6 اي فسيكون الوضع مختلفا للغايه، سيعتبر هذا الأمريكيون كأنه فعل عدائي مباشر أو إعلان حرب تركي ضد الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح، هناك إذن صعوبة كبيرة في عدم وجود سفير. ثانيا، أن هناك خلاف شديد حول الاف 35 وتعويضها بالاف 16. هناك ايضا خلاف في سوريا، خلاف في بحر ايجا، خلاف في شرق المتوسط. كل ما يجري ما بين الاتراك والامريكيين خلافات شديدة تبدأ من أنقرة ولا تنتهي في طرابلس، وهذا طرابلس الغرب لليبيا، العاصمة الليبية. كل هذا يعرفه الجميع، لكن أهم تطور تقني فني غير مسبوق، استخدام الرادارات بنسبة كفاءة يشهد الأمريكيون أنها 99.9، وهذا يعني حوالي الشكل، يعني فول، يعني كل إمكانيات الاس 400 شغلت بالكامل. وفعلا في حدود ال 400 كيلومتر فإن الاف 35 لم تعد إطلاقا تشتغل، وهذا الذي حدث أمام ما نسميه بالعمليات الصفرية للاف 35 في الضربة الأخيرة الإسرائيلية على سوريا. لهذا السبب فإن الاس 400 أفاد أيضا شعب سوريا، وأفاد قبل ذلك شعب تركيا، وهذا الذي يعطي قوة أكبر لمنطق الأشياء اليوم باتجاه معرفة أن الاس 400 استطاع الأتراك تشغيلها بالشكل الكافي، لكن المشكل هي في العقوبات التي انتقلت من إدارة بايدن وإلى الكونغرس الأمريكي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.